السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في استشعار التربة عن بعد ريموت سنسينج اوف سويل حول الايرون اوكسايد الموجود بالتربة، اكاسيد الحديد الموجودة في التراب. واكسيد الحديد طبعا يعني من المركبات اللي لها مؤشرات هامة في معرفة الحالة الوراثية اللي مرت بها التربة من حيث مقدار التجوية. طبعا كل ما موجودة أكاسيد حديد بارزة وواضحة في التراب، معناها التربة متعرضة إلى تجوية شديدة ومغسولة منها معظم الأطيان السيليكاتية وباقية منها مواد، يعني المواد المقاومة للتجوية تكون أقل ما يمكن، وبحيث يكون بارز أكسيد الحديد فيها ويعطيها اللون المحمر، أو المرات الألوان المشتقات من الأحمر اللي هو الصفاء الأصفر المحمر أو اللون الأورنج وغيره. هاي الألوان اللي مشتقات من الأحمر أو شديد الحمرة. طبعا بشكل عام لو نشوف هذا السلايد اللي أمامنا، راح تشوفون انه المظهر العام للترب ذات الاكاسيد العالية، اكاسيد الحديد العالية، هي الوان الحمراء، والمقد معظمه يكون احمر. يعني البروفايل اللي نشوفه قدامنا سويل بيدون، لو نحفر بيدون معين نباوع البروفايل اللي امامنا، هذا المقطع الطولي اللي امامنا، راح نلاحظ وجود الاكاسيد ممتدة مع الآفاق. طبعا أوكسيك هو أفق إندوبيدون، أفق تحت سطحي، أفق وراثي تحت سطحي، يرمز عادة إلى بالرمز أو، يعني يكون الأو هو مش يشير إلى وجود الأكاسيد الحديد. أكاسيد الحديد وطبعا يرافقه في أحيان كثير أكسيد الألمنيوم. المهم عندي أنا أشوف قطاع التربة الأمامي أحمر، حتى التمايز بيه مو واضح، وإنما هو عميق، وباستثناء الطبقة السطحية اللي تكون مغطاة في بزرع اللي هو الحشائش أو النباتات وغيرها، حسب يعني نوع النبات اللي مزروعة به التربة. وطبعا هذه الأكاسيد الحديد إذا زادت، أو أفق أوكسيك عفوا، إذا ظهر في هذه التراب فتسمى بالتراب الأوكسيسول، وهي تراب طبعا شديدة التجوية، توجد بشكل أساسي في المناطق المدارية من العالم، وتكون محتواها من المعادن المقاومة للتجوية جدا قليل، وإنما معظمها يعني القليل ضعيفة المقاومة جدا قليل، فقط المقاومة تبقى لي كأسيد الحديد والكوارز وغيرها من المعادن اللي هي تتحمل ظروف التجوية، وتكون يعني تآكلها جدا بطيء قياسا لغيرها من الأطيان السيليكاتية ومركبات التربة الأخرى. طبعا هذا الشيء يقود إلى أنه عندي أني معقد التبادل اللي هو كاتيون اكسشنجبل كاباسيتي، راح تكون طبعا جدا ضعيف بالنسبة لي، لأن التربة راح تكون هنا حامضية بطبيعة الحال، تراب حامضية وتراب شديدة الغسل، وطبعا هي تقريبا تشكل 7.5% من مساحة الأرض الخالية من الجليد. واللي يهمني أنا من الناحية الطيفية لهذه التراب هو كيف يعني تكون الاستجابة الطيفية بالنسبة للأكسيد الحديد الموجود في التربة ببيانات التحسس النائي، من خلال بيانات التحسس النائي. فهذا المخطط مثل اللي أمامنا يبين حالة الاستجابة الطيفية لبعض المركبات اللي تمتاز باحتوائها على أكاسيد الحديد. ومثل ما تعرفون إنه هو عنصر وفير في الأرض، ويعتبر رابع أكثر العناصر وفرة في قشرة الأرض، ومن المعادن الرئيسة الحاملة للحديد هي سيليكات المافك وكبريتيدات الحديد والكربونات والأكاسيد ومعادن الطين السمكتايت وجميع أكاسيد الفرك. وهي طبعا هاي أكاسيد حديد الفرك الألوان يعني تجذب، أو يعني مميزة منها شديدة الحمرة وتميل للأصفرار وربما للبني، لأنه طبعا راح تمتص الضوء الانتقائي في نطاق الفيزيبل، وهو ناجم عن التحولات في غلاف الإلكترون.
وتنتج مميزات في الحديد في منطقة طبعا الفيزيبل والنير انفراريد، هي اللي تكون يعني دائما بها منطقة الاستجابة العالية. طبعا المكون الرئيسي هو البكاسيد الحديد، هو مثل ما موجود بالاسمكتايت والهيميتايت والجيوتايت، وهي يعني باعتبارها كاسيد حديد شائعة في التربة يتم تغير محتواها نسبيا، وتغير المحتوى هذا النسبي طبعا راح يقود إلى تغير في درجة حرارة التربة والمياه. إذا يعني الحديد هو يؤثر أيضا في الصفات الفيزيائية والكيميائية باعتباره هو معدن بالنسبة للإيصالية الكهربائية به، بالنسبة للتفاعل الكيميائي إنه قدرته على الأكسديشن والريدكشن يعني عالي، وهكذا وهكذا. إذا هو من المركبات الأساسية في عملية مسوحات التراب، وبالتالي طبعا احنا راح نركز عليها في مسألة البيانات التحسس النائي وشلون نقدر ننتقيها. طبعا الباحثين اللي وجدوا علاقة، هي اليوم اللي راح نطبقها على سنتينل 2، العلاقة هي ايرون اوكسايد ريشيو، النسبة بين الطول الموجي الاحمر الى الطول الموجي الازرق. نذهب إلى برنامج السناب. طبعا نذهب إلى برنامج السناب ونروح إلى اللقطة امبورت طبعا اوبتيكال سنسرز، نذهب إلى سنتينل 2. ونروح إلى نختار طبعا اللقطة الخاصة بنا، طبعا في هذا الحال احنا ما نحتاج نسوي الاجراءات اللي حضراتكم يعني تابعتوها، انه نسوي استقطاع ونسوي يعني نقدر، لانه هو طبعا دليل بسيط بالنسبه لتطبيقه. وبالنسبه لي ايضا الريزامبلنج ايضا ما نحتاج، لان يعني الباندين هن لهم نفس الابعاد، هي 10 في 10، فما عندي بيهن مشكله، ما عندي بيهن مشكله. الآن حتى أبدي أشتغل مثل ما يعني صار الإجراء، أنه لازم شو نسوي؟ أول شيء داتا كونفرشن، كونفرت داتا تايب، زين. وأقدر أيضا أذهب إلى المكان اللي خزنت بيه بالمرة السابقة يعني النواتج اللي بيها الكونفرت، أجلبها أيضا وأشتغل عليها، زين. وين إحنا خزناها؟ طبعا من بهذا المكان بالريزلت، زين. هي هذا الكونفرت ونجري عليه الشغل، يعني نقدر نجلبها منه اللقطة اللي صار عليها الكونفرشن، موجودة أيضا بها الباندات، أي باند نقدر نختار طبعا، هذا مثل الثاني ما عندي بيه مشكلة، وأجرينا عليه الكونفرشن. او نقدر ايضا نسوي فت كونفرت يعني بس للي فات المسألة او اللي يريد حتى يصير له ممارسة عليه، ماكو مشكلة، لا بس انه نعيد الاجراء حتى للتذكير. احنا طبعا نروح الى الراستر داتا كونفرت تايب، طبعا بالمناسبة لازم هنا نغير نطي فت 2 على الاقل حتى نميزه عن السابق، اوكي. هنا انا طبعا ما نحتاج كلهن، نقدر بالكنترول ايضا نختار الاثنين والاربعه فقط، وهنا أنا نطلب الى الفلوت 64 مثل ما اتفقنا، ورن انا فقط عندي اشكاليه عفوا، لانه لازم اجري المعالجات تمام، لانه ما يقبل اللقطه بدون اجراء معالجات. على اي حال مو فد مشكله، خل اسوي لها استقطاع
حتى تبقى بس الباندين، واقدر اشتغل عليها بدون ما ادخل باشكالية بقية الباندات. نذهب الى السبسيت بالراستر، هذا السبسيت، لا بس نختار هذا المكان او اي مكان اخر، يعني ما عندي فد مشكلة. هذا شوي اي تمام، يبينا اخش عندنا سلكت نون، نختار بس الثاني والرابع، ما عندنا بي مشكلة. اوكي تمام، الان نسوي له كونفرشن، بعد كونفرت طبعا خلينا نختار لفد ميزة ثاني، فقط بنختار الثاني والرابع. اوكي 64 ماكو مشكلة، ران احدي عملية التحويل. يعني اذا اريد ناخذ الباندات كله لازم ناخذ الباندات، حتى بالسلكت ما يتقبل البرنامج، لازم ناخذ بس الباندين اللي نحتاجهن مثل ما شفتوا حضراتكم. طبعا هناك كلوز بعد ماكو داعي له. ونذهب الان الى الراستر، خلينا نغلق هاي اللقطه تسوي لنا اشكاليه. نذهب الان الى الراستر باند ماث، طبعا عندنا ايرون اوكسايد، ايرون اسف العربي، ايرون لا بس ايرون، ثم اتفقنا هنا يكون عندنا ام، ونذهب الى شوف المعالجات قلنا تسبقها مثل اس دولار. فايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الباند الرابع، تقسيم الباند، تقسيم الباند الثاني، دقيقة احنا عندنا نقدر نخليها بهالشكل. احنا انا راح يكون عندي الباند ديليت، هذا الباند الرابع، الباند الرابع الباند الثاني اللي هو الازرق. طبعا اوكي المعادله ما بيها اشكال، اوكي، واحنا هنا ايضا نطلب اوكي. نذهب الى نفس اللقطه اللي بيها عمليه التحويل، راح نشوف الايرون هنا في المكان هو ايضا مستعرض، نشوف الجانب الاحصائي اللي بيه المينيمم مالته 0.445 وعلى شيء 1.821، ونخلي ببالنا انه المناطق الساطعه، المناطق الساطعه هي ذات اكاسيد عاليه، ذات اكاسيد حديد عاليه، يعني محتواها من اكاسيد الحديد. عاده هاي اكاسيد الحديد هي منقوله، احنا التراب العراقيه عندنا تراب منقوله بفعل ترسبات نهري دجله والفرات، ويعني او هي على الاقل حتى اذا مو ترسب مباشر وانما هي احواض للترسيب، احواض فيضانات على الاقل بالفترات اللي كان بها النهر دجله والفرات يعني تمران بالعراق بشكل طبيعي بدون سدود وموانع. هاي المحاضره انتهت. الدلائل الطيفيه اللي ما موجوده بالاوبتيكال الخاص بالبرنامج بالامكان التمارين عليها، بس الاساس انه نجري عمليه التحويل مثل ما شفتوا حضراتكم. التحويل لما انطيته كل الباندات بدون معالجه بدون ريزامبلينج بدون يعني استقطاع للباندات اللي ما نحتاجها او حذف للباندات اللي محتاجه رفض، وانما لازم يعني فرضا لو انا هسه محتاج الباند ال 12 ال 12 ويا الباند الثاني ما يصير، لازم اسوي لها ريزامبلينج، يلا اسوي اجراء الاجراء واستقطاع يلا او حذف العفو لبقيه الباندات يلا اقدر اسويها، او كلهن اقدر اجيبهن بس لازم اسوي لها ريزامبلينج ولازم احذف التفاصيل اللي ما احتاجها حتى عمليه التحويل تكون اكثر سلاسه ومرونه. وطبعا راح تاخذ وقت اطول اذا كل الباندات، لذلك لازم اقتصرها فقط على منطقه الدراسه. أستاذ دكتور أوراس محيطاها، جامعة الكرخ للعلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم التحسس النائي، تحياتي.